تعرفوا جميع سكنات البويا باس والفاير باس، وراح نقيم كل واحد فيهم. وركز معي من بداية الفيديو لنهايته لاني راح اسألك سؤال، واذا عرفت اجابته الصح اكتب لي الاجابة في التعليقات وراح اعطي لخمسة منكم البويا باس الحالي. ولايك واشتراك في القناة، ويلا نبلش باول بويا باس. واول بويا باس راح نبلش فيه هو البويا باس الحالي. طبعا هذا هو سكن البويا باس الموجود حاليا في اللعبة واللي هو موسم رقم 11. بصراحة البويا باس كثير حلو وانا بعطيه تقييم 8 من 10. البويا باس اللي قبله واللي كان الموسم العاشر كان بويا باس السمك او بويا باس الصيادين. طبعا كان فيه كثير سكنات ومعظمها سكنات تخص الصيد. صراحة هذا البويا باس ما كان كثير مميز فراح نعطيه 6 من 10. البويا باس التاسع كان بويا باس الهلام. كان بصراحة شوي حلو، فيه اشياء مميزة للسكن، ولكن كان فيه مشكلة كبيرة، راسه كثير كبير، فعشان هيك راح نعطيه 7 من 10. والموسم الثامن كان الموسم اللي الكل بيكرهه لانه نزل فيه شخصية سونيا، ولكن البويا باس بصراحة كان جميل، شوف السكنات حلوة إلى حد ما، فراح أعطيه 8 من 10. أما بالنسبة للموسم السابع يمكن كان واحد من أسوأ المواسم على البويا باس، شوف السكن كيف كان شوي معجوق، القناع بالمرة مش حلو، على الأقل هذا تقدير الشخص لهذا السكن، فراح أعطيه 5 من 10. الموسم اللي قبله كان أحسن بشوي، بس شوف السكن قديش فيه عليه خرابيش، لأنه هذا الموسم كان بيحكي عن الكوميكس أو القصص المصورة، ففري فاير حاولت أنها تعمل فكرة جديدة بهذا السكن أو بهذا البويا باس تحديدا، وكانت ناجحة إلى حد ما، فراح أعطيه 7 من 10. والموسم الخامس واللي قبله كان برضو أحسن بشوي، ولكن شوي الشعر ما كان كثير عاجبني بهذا الموسم، أما الباقي السكن كان جميل إلى حد ما، فراح أعطيه 6 من 10. أما بالنسبة للموسم اللي قبله واللي هو الموسم الرابع، رجعت فري فاير للسكنات المتعلقة بالبحر. ما بعرف ليش فري فاير ملزقة كثير بهذا الموضوع، ولكن السكنات كانت جميلة إلى حد ما، أحسن بكثير من سكنات البحر شفناها قبل شوي، وحبيت كثير فكرة السكن اللي عليه أنيميشن بيتحرك، وأتوقع إنه هاي كانت أول مرة ينزل سكن زي هيك، فعشان هيك راح نعطيه 8 من 10. أما بالنسبة للموسم الثالث فكان يمكن أسوأ موسم بويا باس، اتطلع السكن تبع الشب كيف كان شكله، يمكن من النظرة الأولى تحسه إنه حلو مليان أنيميشنز، لكن دقق شوي بالتفاصيل، القناع بالمرة مش حلو، الراس مش عارف ليش حاطين عليه درع كريستيانو، وحتى باقي الأشياء تحسها كثير معجوجوجة بالزايد، يعني بصراحة الإشي الوحيد اللي حسيته حلو شوي بالبويا باس هذا أو بهذا السكن بالذات هو هذا التنين اللي بيطلع، غير هيك كنت راح أقول إنه السكن سيء جدا ولا تشتريه. فتقييمي لهذا البويا باس 4 من 10. وننتقل من السيء للأسوأ، اتطلع البويا باس الموسم الثاني كيف كان شكله باللعبة؟ طبعا هذا واحد من أصل 3 سكنات، شعر هذا البني آدم عبارة عن قصة، شوف السكن الثاني كيف كان، يعني كان جيد بس تحسه حرفيا سكن جولد رويال، مش مستاهل بالمرة يكون بويا باس. أما بالنسبة للسكن الأخير مش عارف كيف راح أوريكم إياه، ولكن هذا هو السكن الأخير، اتطلع تفاصيله كثير سيئة، اللون كثير سيء بصراحة، يعني اللون الأخضر مع البنفسجي عامل كوكتيل بالمرة مو حلو، فما أتوقع إنه في حد راح يشوف هذا السكن وراح يعجبه، فيمكن يكون هذا أسوأ تقييم لبويا باس في فيديو اليوم وراح يكون 3 من 10. ولكن على عكس الموسم الأول من البويا باس كان كثير حلو، شوف السكن، شوف الأفكار، شوف الإفكتات الموجودة بهذا السكن بصراحة، خصوصا لأنه كان أول بويا باس واللاعبين كانوا كثير متوترين ومش عارفين إيش اللي راح يستبدل الفاير باس، بس لما شفنا هذا السكن وكيف صار البويا باس كثير تحمسنا ونسينا موضوع الفاير باس وحبينا البويا باس أكثر، فهذا السكن بالتحديد ساعد كثير على الناس إنهم يتقبلوا فكرة البويا باس، فراح أعطيه 9 من 10. وهيك بنكون خلصنا البويا باس وراح نبلش بالفاير باس. الموسم 55 كان آخر موسم للفاير باس وهي السكنات تبعته، بصراحة السكنات كانت كثير جميلة وعملت عنها فيديو وقلت إنه بتستحق 7 من 10. نشوف الموسم اللي قبله، موسم 54 بصراحة زي ما انتم شايفين هذا هو سكن الشاب، هذا هو سكن البنت، وبصراحة السكنات كانت كثير جميلة فبرضه راح نعطيها 7 من 10. خلينا نشوف الموسم اللي قبله، موسم 53 كان مميز شوي خصوصا انه فيه النار والثلج، بس بصراحة سكن الشاب ما حبيته كثير، حبيت سكن البنت اكثر، فراح اعطيه 6 من 10 لاني شاب، ولو انه بنت ممكن تعطيه 8 من 10. خلينا نشوف الموسم اللي بعده، موسم 52 كان بصراحة انا والله بصراحة ناسي هاي السكنات ولكنها الى حد ما جميلة، مش عارف ليش هذيك الفترة كان بتعبوا كثير على سكن البنت ويطنشوا سكن الشاب، فراح اعطيه برضه 6 من 10 لانه سكن البنت احلى بصراحة من سكن الشاب. طيب نشوف الموسم 51، بصراحة ما بنقدر نقول انها سكنات فاير باس لانها سكنات عادية لحد ما، مش كثير مميز زي سكنات الفاير باس، فراح اعطيها 5 من 10. نشوف الموسم اللي بعده، الموسم 50، اوكي ذاكر هذا الموسم كثير، هذا الموسم كان فيه السكنات الذهبية الصفراء اللي شايفينها قدامكم، فبصراحة بهذا الموسم
الموسم كان سكن الشاب وسكن البنت الاثنين احلى من بعض، فراح نعطيه 8 من 10. نشوف الموسم 49. شوف موسم 49 السكنات كانت كثير معجوقة وبالمرة مو علوة، طلع وجه البنت كيف ولا وجه الشاب، فراح نعطيه 4 من 10. خلينا نشوف السكنات بعدها 48. 48 بصراحة السكنات جميلة لحد ما، بس ما بتستاهل تقييم عالي كثير، راح نعطيها 6 من 10. الموسم 47 اللون الأزرق أنا من الألوان اللي كثير بحبها، وهاي السكنات أنا ذاكرها منيح كانت كثير حلوة لما نزلت، فرح نعطيها 7 من 10. الموسم 46 أوكي سكناته، أوه ذكرته هذا السكن اللي كان على صدر البومة، وشوف حتى سكن البنت هيك لحد ما جميل، بس هون سكن الشاب أحلى، فرح أعطيها 7 من 10. السكن كثير خرافي. سكن موسم 45 خلينا نشوف. أوكي السكنات كثير حلوة كثير مرتبة، ولكن بصراحة ينقصها شوية إفكتات أو أشياء طالعة من السكنات، فرح نعطيها 7 من 10. خلينا نشوف الموسم اللي بعده 44. اوكي بهذا الموسم راح اعطيه 8 من 10 مباشره، او لا راح اعطيه 9 من 10. تعرفوا ليش؟ لانه لاول مره شركه فري فاير تتجرأ وتعمل افكار جديده بالسكنات، تطلع السمكه الموجوده هون على الراس كثير حبيتها سواء للشب او للبنت، فراح نعطيه 9 من 10. هاي لشركه جارينا. اوكي 43 كان الموسم تبع الشده، فالسكنات برضو مميزه وحلوه ولكن ما بحسها كثير مناسبه للعب، فراح نعطيها 6 من 10. خلينا نشوف اللي بعده او ماي جاد سكن من نص التنين، كثير خرافي كثير خرافي، وبذكرني بموسم التنانين، سواء كان سكن للشب او للبنت بصراحه بيستاهل 9 من 10 على السريع، كثير حلو. اوكي الموسم 41 في عنا هذا الموسم العربي يعملوا سكنات عربيه او قريبه للستايل العربي بفري فاير، فراح نعطيه 9 من 10 علشان العرب. اوكي السيزون 40 واحد كان سيزون العقرب، سيزون العقرب بصراحه شوف السكنات حلوه برضه، او خلينا نقول جميله مش كثير حلوة، فرح نعطيه 6.5 من 10. الموسم 39 بالنسبة إلي من أسوأ المواسم، سكن الفزاعة أبدا مو حلو، سكن البنت بالمرة بيخزي كثير، وخصوصا النار الموجودة على هاي السكن رح تفضحك وين ما روحت، فعشان هيك رح نعطيه 5 من 10. موسم 38 نشوف، بصراحة سكنات كانت جميلة سواء للشاب أو للبنت، ولكنها مش جميلة بالقدر الكافي، فرح نعطيها 6 من 10. نشوف الموسم 37، موسم 37 كان مليء باللون الأزرق، السكنات كانت كثير حلوة، ولكن حسيت سكن الشاب مش مناسب كثير للعب أو مش ما بتحسه كثير احترافي، فراح نعطيه 7 من 10. نشوف الموسم اللي بعده 36. اوكي موسم الجوكر الثاني، بصراحة هذا الموسم كثير حلو للبنت، شوف سكن البنت ما احلاه، بذكر لك بهاري كوين. سكن الشاب يا الهي حرفيا مهرج، فراح نعطيه 7 من 10، والسبعة كلها رايحة بس لسكن البنت مش عشان سكن الشاب بالمرة. الموسم 35 موسم اتوقع الخفافيش، السكنات كانت جدا رهيبة وحتى اتوقع فيه رقصات حلوة، فراح نعطيه 7 من 10، او لا 7.5 من 10. الموسم 34 هذا الموسم برضو كان لكايتو كيد او هيك لهذا الستايل، فالسكن الشاب وسكن البنت كانوا كثير حلوات، مع انه قناع الشاب مش بزيادة، بس رح نعطيه 8 من 10. 33 اوكي هذا الموسم بصراحة كان جيد، لعبت بسكناته لفترة بسيطة يعني، بس ما تحملت العب فيه اكثر من هيك، فرح نعطيه 6 من 10. موسم 32 كان موسم برضو جميل جدا، سكنات الشاب وسكنات البنت كثير حلوة ويست تحق 7.5 من 10. نشوف الموسم اللي بعده. اوكي موسم 31 هذا واحد من المواسم اللي جدا مميزة وكان كثير حلو، سواء سكن الشاب وسكن البنت وحتى الرقصات الموجودة فيه، ذاكروا منيح هذا الموسم، فرح نعطيه 8 من 10. نشوف الموسم 30، سيزون 30 اوكي كانت محاولة فاشلة جدا لتقليد موسم الهيب هوب، وبصراحة لا يستحق اكثر من 4 من 10. موسم 29 برضو كانت محاولة لتقليد او اعادة موسم الفراعنة، ولكن هاي المرة كانت ناجحة بشكل كبير، شوف سكن البنت شوف سكن الشاب، الجناح اللي على البنت وعلى الشاب كثير حلوين، وموسم فاير باس هذا هو الموسم اللي دخلت فيه الشراكة، فراح نعطيها السريع 9 من 10. فخلينا نشوف الموسم اللي بعده 28. اوكي واحد من سكنات الدينشو، سكن البنت سكن الشاب كثير خرافيين، ما عدا قناع الشاب كثير سيء، فراح نعطيه 8 من 10، بنسامحكم بالقناع. هذا الموسم موسم 27، موسم الطبخ اذا ما خاب ظني، سكنات البنت وسكنات الشاب افكارهم حلوة ولكنهم غير مناسبة كثير للعب، فرح نعطيهم 6 من 10. موسم 26 هذا الموسم ذاكره منيح، سكن البنت كثير خرافي، سكن الشاب كثير خرائي، فراح نعطيه 7 من 10. خلينا نشوف موسم بعده، موسم 25 موسم الثعالب. اوكي هون سكنات الشاب والبنت بصراحة اثنين متساويات، ولكن الأقنعة ما كان لها أي داعي، فرح نعطيه
7.5/10. موسم 24 هذا 9/10 من دون اي نقاش. سكنات الشاب، سكنات البنت، الافكتات، كل اشي فيهم خرافي بصراحة. فـ 9/10. موسم الذئاب او الثعالب، اوكي بصراحة انا مش ذاكره، ولكن شايفه لا يستحق اكثر من 6/10. نشوف اللي بعده. موسم 22 0/10، صفر على الشمال كمان. طلع السكنات، انا مش عارف كيف عملوا هاي السكنات، كلها تفاصيل ولكن فيش اشي ظاهر بالسكن، بالمرة مو حلو للعب، فصفر من عشرة. سيزون 21 واحد من اجمل السيزونات اللي تراب اوبريشن، فلا لا يوجد اي نقاش على سكنات الشاب وسكنات البنت، وخصوصا ان هاي السكنات اللي نزلت بغنية I am on fire اللي نزلت علشان هذا الموسم، فبصراحة 8.5/10 بصراحة خرافي كثير. اوكي هذا الموسم انا با يا الله شو اكره هاي المواسم اللي بيكون مثلا سكن الشاب حلو وسكن البنت بخزي، او سكن البنت حلو وسكن الشاب بيكون بخزي. شوف سكن الشاب قديش بيقلعط، وشوف سكن البنت ما احلاه وقديه مناسب للعب، فبصراحة 6/10 بس عشان سكن البنت. موسم 19 اوكي موسم القراصنة، صراحة هاي المرة سكن الشاب وسكن البنت كثير حلوين، كثير فاير، مبينات سكنات جد للمحترفين، فراح نعطيه 8/10. موسم 18 صراحة كثير ناس حبوه بس انا ابدا ما حبيته، فتقييم الشخصي هو 4/10 لهاي السكنات. موسم 17 اوكي اتوقع انه هذا موسم النينجا، ولكن سكن البنت حلو، سكن الشاب برضو كمان حلو، تفهمونيش غلط، ولكن كثير ضخم، كثير كثير لدرجة انه مزعج باللعب، فعشان هيك راح اعطيه 7/10. اوكي الموسم بعد موسم 16 موسم رعاة البقر، سكن الشاب وسكن البنت كثير حلوين، ولكن في مشكلة كبيرة هون بهذا الموسم، انه هذا الموسم نزل مجاني، فهاي السكنات كانت موجودة مع معظم اللاعبين فبطل الى هيبة كثيرة، ولكن احنا راح نقيم السكنات نفسها، السكنات تستحق 8/10. نشوف الموسم 15 سالب واحد من عشرة. هاي الالوان لا اشوفها، هذا الستايل بالسكنات لا اشوفها بحياتي بفري فاير، سالب واحد من عشرة هذا تقييمي. اوكي اذا ذاك طنس سالب واحد من عشرة، هذا ايش رح نعطيه؟ ايش نعطيه؟ سالب 2/10. ايش هاي السكنات المقرفة يا اخوان. موسم 13 اوكي هذا الموسم حلو برضو بصراحة، فيه كثير هيبة بالنسبة لسكن الشاب وسكن البنت، فراح اعطيه 7/10. موسم النمور، موسم 12 هذا الموسم بصراحة مش يعني لو قلت لي حاب سكن الشاب او سكن البنت راح اقول لك انه مش بزيادة يعني، ولكن بسبب ندلة هذول السكنات راح اعطيهم 7/10 فقط لا اكثر. خلينا نشوف اللي بعده. موسم التنانين، الموسم الخرافي، صدق انه هاي السكنات موجود عندي في الحساب، وهي اقدم سكنات موجود عندي في حسابي الحالي، وبصراحة الموسم كان جدا 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 جميل، سواء سكنات الشاب او سكنات البنت، طبعا كالعادة ما عاد خوذة الشاب اللي كانت جدا مزعجة، فراح نعطيه 8/10. الموسم بعده موسم الفراعنة الاول، بس ثواني سكنات الفراعنة هون معطوطة غلط، سكن الفراعنة برضه موجود عندي بالحساب، ويمكن انا كنت مخربط انه موسم التنانين هو اقدم اشي عندي بالحساب، لا هذا حاليا هو اقدم اشي عندي في الحساب. موسم الفراعنة هذا كان كثير خرافي وسكناته كثير حلوة، وخصوصا انه بتعلق باخواننا اللي بمصر، فكل تحية لهم، وهذا السكن بيستاهل 9/10. نشوف اللي بعده. موسم البوم سكواد، بصراحة جدا جميل، ولكن عندي تعليق واحد على هاي السكنات، ليش سكن الشاب ما له اي علاقة بسكن البنت، ولكن يستحق بصراحة برضو 8/10. خلينا نشوف الموسم بعده، الموسم الثامن اللي اتوقع اني ذاكره. الموسم الثامن بصراحة كان جميل الى حد ما، ولكن بصراحة سكناته لا تستحق الا 7/10. خلينا نشوف الموسم السابع، واللي بالنسبة لي اجمل فاير باس او بويا باس نزل في تاريخ لعبة فري فاير. اتطلع السكنات ما اجملها، سواء سكن الشاب او سكن البنت او الرقصة اللي نزلت، كل اشي بهذا الفاير باس كان بصراحة كثير فاير، لدرجة انه هذا اول فاير باس شحنته بحياتي، ما عمري بحياتي شحنت بفري فاير الا علشان اجيب هذا الفاير باس. طبعا لو دخلت على فري فاير وبحثت عن صديق اسمه رين مان بيست، طبعا لازم تكتبه بهاي الطريقه، راح تلاقي هذا الحساب. هذا الحساب كان حساب القديم، وللاسف نسيت كلمه السر، وتطلع السكن الموجود فيه. بصراحه انا اتمنى اقدر ارجع هذا الحساب بس علشان سكن الفاير باس السابع، لان بالنسبه لي احلى حتى من الساكورا، احلى من اي سكن ثاني بالنسبه لي على الاقل. وشوف تصديق لكلامي، طلع شوف هاي موسم الملوك مش شاحنه، هاي موسم القراصنة مش شاحنه، موسم الجيمر مش شاحنه، ما شحنت الا هذا الموسم، وطبعا بعديها شحنت الموسم اللي بعده، وبعديها الحساب اتسكر للاسف. نشوف الموسم اللي بعده، هو الموسم السادس، اتوقع هسه الفاير باسات راح
تعرفوها. موسم الجيمر كان بصراحة جدا جميل ويستاهل 9 من 10. السكن كثير خرافي. طبعا انا اندمجت كثير مع هذا السكن ونسيت ما اقيمه. تقييمه 11 من 10، مش 10 من 10، لا 11 من 10. الموسم اللي بعده موسم السادس موسم الجيمر بيستاهل 9 من 10، كثير جميل وكلياتكم رح تتفقوا على هذا الاشي. موسم القراصنة برضه كان جدا جميل يستاهل 9 من 10 برضه. هاي الفيرباسات القديمة بصراحة تستاهل كثير تقييم عالي. طيب الموسم الرابع موسم الملكي، اتوقع انه في ناس كثير بعرفوش هذا الموسم اساسا، ولكن بصراحة سكناته تستاهل 8 من 10. الموسم الثالث اوكي موسم جدا جميل برضه بيستاهل 9 من 10. الموسم الثاني موسم الهيب هوب بدون منازع 10 على 10. اكيد لو قلت اقل من هيك هذا الفيديو رح يبلع 100,000 ديسلايك، فخلص 10 على 10 اكيد هذا السكن بيستاهل. والسكن الاسطوري رقم 1 فاير باس الاول فاير باس الساكورا طبعا من دون نقاش 10 على 10. بصراحة المواسم من رقم 1 لرقم 10 مواسم فاير باس لا يمكن ان تتكرر، فاير باسات جدا خرافية. ولكن لو سألتني عن تفضيل الشخصي راح اقول لك انه الموسم السابع هو اجمل فاير باس. لو خيروني بين يكون عندي الفاير باس السابع ولا الساكورا راح اختار الساكورا، لانه الفاير باس السابع كان عندي اساسا. وانت كمان اكتب لي تحت في التعليقات انه اكثر فاير باس حبيته بين كل الفاير باسات والبويا باسات اللي شفناها اليوم. وسؤال فيديو اليوم، ايش هو رقم موسم اخر فاير باس وايش كان اسمه؟ اذا عارف الاجابه اكتب لي تحت في التعليقات، واذا مش عارفها ارجع احضر الفيديو راح تعرف الاجابه. وطبعا راح ابعث البويا باس لخمسه من اللي جاوبوا صح. وطبعا لا تنسى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. وبالنهايه كان معكم دراجنوب ودمتم في رعايه الله.